الرقمنة ديال الفلاحة آه كما قلت آه يعني زوج المليون ديال الفلاحة خصهم يكونوا في لي ريزو يكونوا كونيكتي آه بالخدمات آه الفلاحية فعملنا واحد القطب اللي قطب الرقمنة واللي غادي اللي كيتكلف بهذا آه يعني آه لا في المقاربة لأن الرقمنة يعني نشوفوا القطاع ككل دونك آه هذا القطب واللي انشاناه آه في محل الحسن الثاني للزراعه والبيطره هو اللي كينسق هذا الشيء كله و ودونك العمل بدا بدا يعني مشاريع عده مشاريع في هذا في هذا الاطار لا فيما يخص آه يعني التقنيات ديال آه التدبير مثلا ديال ديال المياه لا فيما يخص آه تقنيات لي ديال سلاسل الانتاج الى مشيتي عند سلسلة السكر كلهم مرقما من الاول حتى حتى الاخر الفلاح حتى الضيعه ديالو ملي كيمشي الـ يعني سميتو لوزين كيعرف كي يعني شحال عطاتلو شحال عطاتلو البقعه ديالو وشحال ديال الونغري دار فيها وشحال خصو يدير فيها اتسيتيرا، دونك الرقمنه ديال سلاسل الانسان حتى هي بدات، دونك عندنا الاولى هي هي هاد الشيء ديال ديال الشمندر السكري، وكاين كذلك هاد كل ما يخص يعني ديال المحطات ديال التلفيف وهذا كله هذاك الشيء اللي كيتصدر وهذا كله يعني مرقم وكذلك المصالح ديال الوزاره بحال هادشي الخدمات الى خديتي كلها عندها مرقم عندها يعني الاليات التكنولوجيات مرقمه وعده يعني امثله دونك الاوراش مفتوحه والمشاريع غاديه ولكن اللي كيهم هو في الاخر يكون عندنا واحد المنظومه منظومه واحده اللي حنا غادي ان هذه المقارنه